السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني وأخواتي حياكم الله، وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس دورة لغة الـ XML وما يترتب عنها من توابع. خلال الحصة الفائتة تعرفنا على مجموعة من القواعد والضوابط التي ينبغي على ملف الـ XML الامتثال لها. رأينا قواعد تسمية العناصر، بحيث شاهدنا بأنه لا ينبغي أن نسمح لاسم العنصر أو الوسم عفوا أن يبتدئ برمز أو أن يبتدئ برقم. أيضا لا ينبغي أن نسمح للاسم بأن يتوفر على فراغات blanks، سواء في المنتصف أو في البداية. في حصة اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على مفهوم جديد قريب جدا من مفهوم العناصر، قريب من elements، وهذا المفهوم هو مفهوم الخصائص attributes. بالنسبة للخصائص إخواني وأخواتي، فهي التي نراها الآن، مثل الفيرشن هي عبارة عن خاصية، الانكودين عبارة عن خاصية، ستاند ألون أيضا عبارة عن خاصية، وكما تلاحظون معي فلكل خاصية قيمة. والغرض من الخصائص إخواني وأخواتي هو إضافة بعض المعلومات والبيانات الواصفة للعنصر، مثلا هذا العنصر XML وهو ليس عنصرا، هو عبارة عن برولوج هنا. فهذه عبارة عن مجموعة من الخصائص الواصفة له، هنا النسخة، هنا الترميز، وهنا هل الملف مرتبط بملف خارجي أم لا. بإمكاننا إضافة خصائص إلى الأوسمة كما نشاء بشرط أن نحترم القواعد. من بين القواعد إخواني وأخواتي هو أن قيمة الخاصية ينبغي أن تكتب بين مزدوجتين، دائما ينبغي أن تكتب بين علامتي التنصيص. مثلا هذا الكتاب كليلة ودمنة، سنضيف إليه بعض البيانات الواصفة، مثلا رقم الكتاب الآي دي مثلا بيكا 1، ودائما انتبهوا إلى علامتي التنصيص. أيضا مثلا عنده خاصية أخرى وهي برايس، ثمن بيع الكتاب مثلا $30. نعمل سيف ونذهب ونشاهد النتيجة. لاحظوا لم يحصل مشكل لأن الخصائص كتبت بشكل سليم. أما بالنسبة لقواعد تسمية الخصائص إخواني وأخواتي، فهي نفس القواعد التي مرت معنا في الحصة الماضية حينما تحدثنا عن العناصر. هذا كل تقريبا كل ما يتعلق بالخصائص. لسنا في حاجة إلى تكرار شرح القواعد لأننا رأيناها في الحصة الماضية. نفس القواعد تنطبق أيضا على الخصائص. ما يهم في هذه الحصة هو أن الخصائص تكتب بين مزدوجتين. أيضا قاعدة مهمة جدا وهي لا يسمح بتكرار نفس الخاصية أكثر من مرة في نفس الوسم. تعالوا بنا نشاهد هذا الكلام. يعني مثلا هنا الاي دي هي عبارة عن خاصية أضفتها لعنوان الكتاب من أجل تحديد عنوان هذا أو رقم هذا الكتاب. لو كررتها مرة أخرى، اي دي يساوي مثلا أي رقم آخر مثلا، هنا خطأ. لماذا؟ لأنني قمت بإعادة كتابة نفس الخاصية أكثر من مرة. لو أتينا الآن لنشاهد نتيجة هذا الملف، نعمل ريفريش، لاحظوا هنالك خطأ. يقول هنالك خطأ في السطر 14، attribute id redefined، يعني الخاصية id تمت إعادة تعريفها، وهذا خطأ. يعني بعجالة، أولا قيمة الخاصية لابد وأن تكتب بين مزدوجتين، ثانيا لا يسمح بتكرار نفس الخاصية أكثر من مرة في نفس الوسم، ثالثا نفس قواعد تسمية العناصر تنطبق على تسمية الخصائص. وضحت الرؤية إخواني؟ تعالوا بنا نعود إلى ملف الـ XML. أيضا لدينا هنا بالنسبة للـ XML text، للمحتوى الذي نضعه بين الوسمين وهو نص الـ element. هذا المحتوى إخواني وأخواتي، فطول النص ليس محددا، يعني في الـ XML بإمكاننا كتابة النص بأي طول نريد، فالطول ليس مشكلة. أيضا نستطيع تخزين بيانات ثنائية binary data في عناصر الـ XML، بإمكاني مثلا تخزين صورة، تخزين مقطع صوتي وما إلى ذلك، بشرط أن أقوم بتحويل الملف إلى بيانات ثنائية وأخزنه على مستوى ملف الـ XML، يعني يسمح لي بتخزين البيانات الثنائية. أيضا إخواني وأخواتي، في ملف الـ XML يمكننا كتابة النص بأية لغة نشاء، لأن لغة الـ XML لغة عالمية وموحدة ستاندر، ما دمنا نستخدم ترميزا يدعم للغة التي نريد الكتابة بها. الآن نكتب بالعربية ويظهر تظهر النتيجة بشكل سليم، لأننا نستخدم الـ UTF-8 الـ Unicode Encoding، الترميز الأحادي، وبالتالي لا تظهر مشاكل. لكن دعونا نشاهد أولا، نستخدم الـ UTF وبالتالي لا تحصل مشاكل لأن هذا Unicode يدعم جميع اللغات. نعمل ريفريش، عفوا هنا لم أحذف الـ ID، أعطينا به المثال ونسينا حذفه. نعمل سيف
لاحظوا تظهر العربية بشكل سليم، لا تظهر هناك مثلا ترميزات أو أخطاء أو أي شيء، لأننا نستخدم الـ UTF-8 encoding، الترميز الـ UTF-8 وهو ترميز أحادي يدعم كل اللغات. لكن لو غيرت هذا الترميز بترميز معين مثلا وليكن الـ United States ASCII، الـ US ASCII، فهنا ستظهر العربية مرمزة، يعني لا تظهر الحروف العربية كما نعرفها. تعالوا بنا نشاهد، سنغير الـ UTF-8 إلى الـ US ASCII ونعمل سيف. لاحظوا الملف سليم، لكن ترميز اللغة به خلل. لاحظوا لأن الـ United States ASCII لا يدعم الحروف العربية. وضحت الفكرة إخواني؟ دعونا نرجع الـ UTF-8. أيضا بعض الرموز لا يسمح بكتابتها في النص، في الـ XML text، النص الذي نكتبه بين الوسمين، هنالك بعض الرموز لا يسمح بكتابتها، مثلا الرمز AND. تعالوا نشاهد الرمز AND، لو عملنا سيف هنالك خلل، يقول السطر الخامس entity ref expecting هنا، يعني يقول لك هنالك رمز غير معروف. تعالوا بنا نصحح هذا الخطأ. يعني أمثال هذه الرموز الـ AND والأبوستروف والكوت والأكبر من والأصغر من، كل هذه الرموز غير مدعومة في الـ XML text، ولكتابتها ينبغي أن نؤولها برموز معينة. مثلا الاند ساكتب لكم هنا باختصار، الاند نحولها هكذا الى هذا الرمز اند اي ام بي فاصله منقوطه. لدينا ايضا الاصغر من، نحولها الى هذه الكتابه اند ال تي فاصله منقوطه. الاكبر من نبدل اند ال تي بي اند جي تي، وهكذا دواليك. هنالك مجموعه من الرموز التي يتم استبدالها بهذه الكتابات لكي تظهر في المتصفح. تعالوا مثلا إلى هنا، هنا حصل معنا خطأ في الأنت، لو استبدلناها ب أنت أي أم بي فاصلة منقوطة وأتينا لنشاهد النتيجة، عملنا ريفرش، لاحظوا تم عرض الأنت بشكل ناجح. أيضا مثلا الأصغر من، مثلا جيمس أصغر من فرانك، لو عملنا سيف وذهبنا لمشاهدة النتيجة سنحصل على خطأ. لاحظوا يقول Error Parsing Attribute Name، هنالك خطأ في السطر الخامس في هذا السطر، لأن هذا الرمز not supported غير مدعوم، لذلك وجب كتابته بالشكل التالي أنت LT. لو عملنا الآن refresh لاحظوا تمت طباعته بشكل ناجح. هذا فيما يخص بعض الرموز المدعومة، هنالك رموز أخرى إخواني وأخواتي يمكنكم البحث والاستفادة فيها من خلال الذهاب إلى محرك البحث وكتابة characters not supported by XML، سيعطيكم جميع الرموز الغير مدعومة في لغة XML ويعطيكم البدائل عنها، يعني إذا أردتم كتابتها وعرضها في الـ XML text يمكنكم الاستعاضة عنها بقيم أخرى مثل ما رأيناه الآن بالنسبة للـ AND والأصغر من. نكتفي بهذا القدر خلال هذه الحصة، مع متمنياتي لكم بالتوفيق والسداد، ودام لكم البشر والفرح، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.